طيب، قضية تانية أثيرت في الأسبوع اللي فات وهي تغيير المدربين. الحقيقة الأسبوع اللي فات رحيل كثير جدا من المدربين، تم تغيير 4 مدربين، ده بخلاف طبعا يعني بعض المدربين في أوائل الدوري. إحنا لغاية دلوقتي تقريبا إحنا 18 فريق، أنت بتتكلم تقريبا على أكثر من 15 أو 16 فريق تم تغيير الأجهزة الفنية، وبعض الأندية يعني غيرت مرتين ثلاثة في خلال قبل نهاية الدور الأول من الدوري المصري. الحقيقة خلينا نتكلم بكل أمانة، دي صورة سلبية جدا جدا، ويعني ما بتحصلش في العالم كله. يعني شوف كده في أي دوريات في العالم، لو رحت الصومال للدوري الصومالي هل تم تغيير 15 مدرب قبل نهاية الدور الأول؟ ده مستحيل يحصل في منظومة احترافية. الحقيقة يمكن السنة اللي فاتت كان اتحاد الكورة أصدر بعض يعني القوانين الخاصة بانتقال المدربين، فعايز أتكلم مع حضراتكم، هطرح المشكلة وهقول حلها. الحقيقة كان اتحاد الكورة كان بيقول إن لا، يعني المدير الفني ما يقدرش يدرب أكتر من فرقتين في الموسم، ولكن يقدر يعني لو المدير الفني بيدرب فرقة والنادي استغنى عنه من حقه إنه يدرب النادي تاني. ولكن للأسف يعني برضو للأسف تم التلاعب شوية بالجزئية ديت وثغرات هذا القانون، إن ممكن جدا مجلس إدارة يقعد مع المدير الفني أو المدير الفني يقعد مع المجلس الإدارة ويقول لهم خلاص يعني أنا ليا شرط جزائي، قولوا إن أنتوا هتمشوني أو تمت إقالتي، أنا ما مش هستقيل، والشرط الجزائي نتفاهم فيه. وبالتالي في بعض الثغرات في النقطة دي. الحقيقة في حل، يعني في حل في الجزئية دي. إيه الحل؟ والحل مؤقت لغاية ما الأمور يعني تنضبط بشكل كبير. الحل الأولاني إنك بتتكلم على إن ممكن جدا زي ما ربطت المدرب إنه ما يقدرش يدرب غير فرقتين في الموسم الواحد، كمان اربط النادي، يعني كمان اربط النادي ان هو حضرتك ما تقدرش تجيب اكتر من 2 مدربين خلال الموسم الواحد، لان الانديه خلاص هتقول لك انا اقالتك فهجيب مدرب تاني، وبعدين اللي يجي يقول لك انا اقالتك فهجيب مدرب تاني، فالمدرب بيشتغل في ناديين، ولكن النادي ممكن يجيب 3 4 5 6 مدربين في الموسم الواحد، فممكن حضرتك كاتحاد كوره تقفل الجزئيه دي كمان على النادي. ودي ليها ايجابياتها، يعني دي ليها ايجابياتها انك عمليه الاستقرار الفني اكيد مهمه جدا جدا، وبالتالي النادي هيبقى حريص جدا حتى لو اقل مدرب المره الاولى، لكن المره الثانيه عارف هو ده اللي مكمل معاه لنهايه الموسم، مش بعد 3 4 ماتشات لا انت كمان ما تنفعش فنجيب واحد تاني. فدي هتظبط شويه العامل الاستقرار على مستوى النادي وكمان على مستوى المدربين. دي جزئيه. الجزئية الأخطر الأكثر احترافية، الحل اللي بقوله الأكثر احترافية، إن يكون عندك قاعدة مدربين كبيرة في مصر. يعني اللي بيخرج من هنا بياخدوا دوت، لأن مفيش أسماء كثيرة على الساحة، وبالتالي خلاص يقول لك إكس من المدربين كان يدرب إكس، ده مشي طب هاته يدربنا، وبعدين يمشيه، طب ده مشي من الحتة دي طب هاته يدربنا، وهكذا، الدايرة مقفولة. ولكن على المستوى الاحترافي تاني لازم يكون عندنا قاعدة كبيرة جدا جدا من المدربين القادرين على العمل في الدوري المصري، وده هيتم من خلال مشروع يقوم باتحاد الكورة انه يفتح التراخيص المدربين اللي نفسها تكون مدربين انها تشتغل، لان في عندنا كوادر قد تكون كوادر ناجحة. عبدال باقي جمال المدير الفني لغزل المحلة، انا اشتغلت او كان بيشتغل معايا فادي دجلة، كادر دارس كويس بيجتهد بشكل كبير، اول ما جات له الفرصة بدأ ان يكون عندنا ظواهر مدير فني جيد، وكثير من عبد الباقي جمال متواجد على الساحه منتظر الفرصه. افتحوا التراخيص يا جماعه، خلوا عندنا مدربين كتير، خلي الجزئيه دي تكون عندنا حتى تنافسيه على مستوى المدربين. ده ان شاء الله باذن الله حل من الحلول. القضيه الاخرى اللي اثيرت الاسبوع دوت ان المنشطات، يعني كان لازم نتكلم ونقف عند السلبيات اللي حصلت في الفترات اللي فاتت ونتكلم على المنشطات. الحقيقة أنا شايف أن من أهم الإيجابيات في الأسابيع اللي فاتت من الدوري هي نشاط الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات والتواجد بشكل مكثف خلال الفترة اللي فاتت. المؤكد دورها أكيد هينعكس بشكل إيجابي جدا على المباريات وعلى كمان التزام اللاعبين داخل الملعب. ليا يعني ليا برضو يعني وقف عند النقطة ديت على المستوى الشخصي. أنا كان عندي إصابة في ألمانيا في 2003، الحقيقة إصابة بالرباط الصليبي، وطبعا العلاج من 6 لـ7 أشهر. بعد في الشهر الرابع بالظبط وأنا كنت فريها، يعني كنت في مركز للتأهيل في ميونخ،
لقيت تليفون جاي لي هاني رمزي، ايوه احنا يعني جمعيه الكشف عن المنشطات، احنا هنكون عندك كمان ساعه في الحته الفلانيه، انت فين؟ انا في ميونخ. قالوا لي مكان في ميونخ هتواجد فيه بعد ساعه من بعد ما نقفل معاك، لازم تكون متواجد في هذا المكان. حضراتكم بتتكلموا على لعيب عنده رباط صليبي ما بيلعبش بقاله 4 شهور، موجود في مركز تاهيل للاصابات في ميونخ بعيد عن كايزرسلاوترن، وهذه الشركه بتتابع حتى اللعيبه المصابه وبتشوفه وبتحلله، وجم في نفس الميعاد خد التحليل. فدوت الصوره اللي عايزين ننقلها علشان يكون عندنا ملاعب خاليه من المنشطات. للاسف السنوات اللي فاتت كان في يعني كان متواجد منشطات في الدوري المصري، لكن ده بيقلل من قدره اللعيب على التواصل، يعني في انفير في اللعبه، يعني في عناصر كتيره جدا سلبيه. ولكن يعني ان شاء الله باذن الله من خلال يعني على ايدي المسؤولين على هذا الملف، ونقول لهم كمان شدوا حيلكم، عايزين نشاط اكبر في هذه النقطه. زي ما بقول لحضراتكم دايما بنطرح المشكله ودايما بنحاول نلاقي لها الحلول على المستوى الاحترافي بشكل كبير. طيب قبل ما نروح للفقره الاولى في برنامجنا، هستعرض مع حضراتكم يمكن نتائج الاسبوع. اعتقد كان لسه مباراه الاسماعيلي والداخليه انتهت بفوز الاسماعيلي 3-1، كان قبل ما نخش الهواء على طول. لكن كمان نشوف مع حضراتكم نتائج، هي نتائج مثيره جدا في الدوري المصري، ويعني